كفانا التجربة يعني خلص، هاي صار سنة ونص، نحن يعني سنة ونص. كفانا التجربة يعني خلص هاي صار سنة ونص، نحن يعني سنة ونص، نحن كل يوم وضعنا أسوأ. يعني ما حقق شيء، ما أنجز للمواطن للمعيشة شيء خالص، يعطي فرصة لغيره. الكلام دائما نفسه الكلام، بتغير تاريخه كلام نفسه، بس بتغير تاريخ الجلسات وتاريخ حضوره لها. في زملاء لإلك طالبوا ذات الأمر؟ لا، استقالي ما حد يطالب، 80-90% ما في رد على طلباتنا، ما في إمكانية. ولا بد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين، فإننا ما زلنا نحتاج إلى آليات ناجعة لمكافحة الفساد. يمكننا الحديث عن الفساد الذي يشكل التحدي الأكبر لأي مجتمع أو دولة. هذا الطريق أمامنا طويل جدا، لأن الفساد منتشر. المرحلة القادمة هي للاستمرار والتوسع في مكافحة الفساد. الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس.